الزفلة وان السلام عليكم. اليوم بإذن الله في قناتكم كاهنة جورج لا كويزين نقدم وصفه اتليتلي بالخضر، وصفه جد سهله وبسيطه. نعطي لكم سر البناء وهو في التوابل اللي نديرهم، صدقوني هي جد ناجحه، اكيد تعجبكم وتوليو تجربوها. هي وصفه طلبتوها مني في الفيديو وين قدمت طريقتي بالاحتفاظ بالطماطم المصبره في الثلاجه بدون ما تفسد. تبعوا الطريقه كما نقول لكم في استمثين الوصفه تيلي استقبالي ناس مزيغ تجغلوا ليا عفوا لاشين مرا توجد. في الاول نديروا شويه زيت مع نص مغرفه كبيره، يعني ما تكثروش بزاف، مارغارين هي تبنن الماكله. حطوا طريف صغير تاع اللحم اللي عندكم، انا توفر عندي تاع الخروف تاع الكبش، تقدروا ديروا حتى الدجاج ولا تاع البقري كيف كيف. قليوه مليح، خليوه يتجمر من الجهتين باش تضيفوا باقي المواد او باقي المقادير اللي هي في الاول نضيفوا البصل. نديروا بصله كبيره يعني ما تشحوش البصل، يعطي بنة للمكلة. لهذا المرقة هي وصفة يحبوها الكبار والصغار، بنينة بزاف وتوجد بالخف. قلوا مليح بصل تحكم حتى تتجرب. هذوك الدهون واللحم يطلق شوية البنة تاعو، لازم يذوب باش تزيدوا له حبه كبيره طماطيش اولا طماط فخش. خلوها تتقلى ايضا كما على بالكم. سر الطياب هو في القليان. ضيفوا له فلفل طرشي ولا فلفل حلو، نص حبه كبيره ولا حبه صغيره، ما تكثروش غير للبنه، وخليوه يتقلى. ايضا هنا ضفت الملح مع فلفل كحل، ما تكثروش بزاف. والتابل الموالي هو الكمون، والاخير اللي يزيد له البنه بزاف هي زرعة البسباس. اكيد تتسائلوا ولكن على ضمانتي ديروا الوصفه كما عطيتها لكم، ورجعوا لي واكتبوا لي في التعاليق ان شاء الله تعجبكم. ضيفوا عليها شويه حميصه، انا كانت في المجمد نحيتها. هاي لك الطماطم اللي شفتوها، الطماطم المصبره، نخلي لكم رابط تحت هذا الفيديو ونوري لكم طريقتي بالاحتفاظ به في الثلاجة دون ما تفسد، ومدة كبيرة عفوا يعني مدة طويلة. هاي لك، نكملوا في القليان. وهنا حبة بطاطا نقطعها صغيرة، ما تكبروهمش بزاف، ديروهم صغار. فوالا نزيد عليهم حبة جزر، كي تقلى مليح نمرقوه بالماء يكون سخون. هنا عندي كيس تليتلي، انا نديرلو في الاول مغرفه كبيره زيت زيتون. هنا رحلي المقطع غليته في الماء والملح مع شويه زيت، بصح ما خليتوش يطيب مليح، نص طياب برك. نحيت له الماء ودرته على جهه. هاي لك المرقه كي كملت
كي طابت المرقه وطاب الحميصه وكامل، حطيت تليت ليه لداخل، زاد 5 دقائق سربيتو هكذا كما راكم تشوفوا. ديروا عليه مغرفة، كي تجيو تسربيو ديروا مغرفة زيت زيتون، صدقوني بنا ولا أروع. نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، ودعوة الخير. هي كما لاحظتوا هي بالخضر، ما فيهاش لحم بزاف، تقدروا حتى تستغنوا عنه إلى عندكم كامل الخضر. إلى ملاحظة، إلى استغنيتوا على اللحم ديروا شوية ثوم. هذه هي، نقولكم إلى اللقاء في فيديو آخر في وصفة أخرى.